وأغراب في وطنكم. ونحن لا نريد أن نكون أغرابا في وطننا. لبنان اليوم أمام اختبار وطني، اختبار وطني كبير، وبين خيار من خيارين: إما يتغلب منطق الحكمة ومنطق الحرص، وإما لا سمح الله ننزلق إلى الفتنة. ونحن كلنا ثقة أن لبنان الذي طالما تعرض لهكذا اختبارات سيتجاوز هذا الاختبار بسلمه الأهلي، بوحدته الوطنية، بتماسكه الداخلي. وحسنا أن النقاشات السياسية قد انخفضت وتيرتها إلى مكان بات النقاش والحوار هو العامل الأكبر فيها. ويستبشر اللبنانيون خيرا من المواقف الأخيرة من كل القوى السياسية ومن كل الأطراف بأن هذا البلد الذي عانى الكثير لن يعود إلى هذه المعاناة ثانية، وأن هذا البلد الذي تجاوز الكثير من المحن والكثير من التجارب والكثير من الاختبارات هو قادر اليوم بالحكمة، بالحرص على السلم الأهلي، بالحرص على الوحدة الوطنية، أن يتجاوز كل الاستحقاقات وأن يتجاوز كل الاختبارات. ومواقف القوى السياسية التي يعلن عنها أخيرا تطمئن في هذا المجال، وبعض الخوف اللبناني الذي كان في لحظة ما ربما كان خوفا مبررا، هذا الخوف نعتقد أننا سنودعه خلفنا، سيستطيع هذا الوطن الذي استطاع أن يحرر أرضه وأن يبني سلمه الأهلي وأن يشكل حكومة وحدة وطنية تستطيع أن تقوم بكل واجبات الوحدة الوطنية وبكل موجبات الوحدة الوطنية، يستطيع هذا الوطن أن يتجاوز هذه المحنة بسلام إلى بر الأمان. وإذا كان من رسالة لنا، رسالة لوليد جنبلاط، رسالة للحزب التقدم الاشتراكي، هو أن السلم الأهلي مسؤولية الجميع، وأن الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، ويجب على كل القوى السياسية في أي موقف، في أي خطاب، في أي لقاء، أن تأخذ بعين الاعتبار أن سلم لبنان الأهلي هو المعيار الأساسي الذي يجب أن يحكم عليه في هذه الأيام. مشايخ الأجلاء، وصلتم في زيارة هي الأولى، ولكن وعد وليد جنبلاط إليكم أنها لن تكون الأخيرة. هذه الزيارة كسرت حاجز الخوف، أنتم كسرتم حاجز الخوف، وهذه الزيارة كسرت حاجز التردد، بعض التردد الذي كان بيننا وفي أوساطنا، وفتحت الطريق. 60 عاما مضت وانقضت ولن تعود، مسيرة التواصل انطلقت ولن تتراجع، مسيرة رفض الخدمة في جيش الإسرائيلي، في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحقق مستويات قياسية تتجاوز 50% من الشبان العرب الدروز الذين يفرض عليهم الخدمة دون غيرهم من أبناء الشرائح العربية من أبناء فلسطين، لا لشيء إلا لوضع العرب الدروز في الداخل الفلسطيني بمواجهة أهلهم. والعرب الدروز يعرفون هذه المحاولة ويعرفون هذه المؤامرة، لذلك هم اليوم يؤكدون تمسكهم بهويتهم، بانتمائهم، بأبناء عروبتهم، بأبناء إسلامهم. وصلتم اليوم، هذه هي القافلة الأولى، وسيليها قوافل وقوافل وقوافل، وبذلك تكون مسيرة التواصل أعادت لكم بعضا من حقكم، وأعادت تصويب بعضا من الصورة التي ظلمتم وظلمتم بها كثيرا. أهلا وسهلا بكم، شكرا لكل أبناء المنطقة الذين شرفوا في هذا الاستقبال، على أمل أن نلتقي وإياكم في لقاءات أخرى في وادي التايم واللقاء الكبير.
وعلى أمل اللقاء بكم مرة أخرى ندعوكم لمباركة الضيافة ومن بعدها نودعكم على أمل اللقاء بكم. خليك شوي كده استخدم الطيلة لك أساس كل شيء حبيبنا يلا يعطيك هاي الكاميرا لحسين هي نحن مر الظروف هلا فينا نحكي او مفيش حدا غريب
مر ظروف علينا شوي سمعي يا اخوان سمعي يا اخوان مر ظروف علينا بهالبلاد ب 82 ظروف صعبة ما قصر يعني اهلنا فلسطين ما قصر ما قصروا ابدا لا بالرجال ولا بالمال ولا بكل ما لزم في ذلك الوقت وبالتالي ما حدا يقول جميلي بس نحن بنعتبر انه في الكم دين على هالبلاد واذا كان اليوم باللي عم بيقوم فيه وليد بيك هو جزء من رد الجميل جزء من رد الدين اللي الكم بعندنا اهلا وسهلا فيكم مشرفين بحب اتاكد انه انت لحضرتك يعني في دور كبير بهي الله يخليك الله يخليك يعني انت لعبت دور كبير بالغ الاهميه الله يخليك بس احنا ما بنقدر نكبرولاش وكمان نقصر تكبرولاش نقصر ما نقصر ما نقصر بلاش جميل يا شيخ بلاش جميل يا عبد الله يخليك خلاص يا خيار اذا مش هتنزح انا بدك تتمشى لا ماشي ماشي ما بدي Yeah, come on.